والجهود والدعم الخليجي. إلى قرار النائب العام الذي تصدر منشطات صحيفة الوطن هذه المرة، ونقرأ: النائب العام يقرر الإدانة للجميع، إحالة ضابط إلى الجنايات في قتل شيماء الصباغ، ومحاكمة الشاهد في قضية الجندي و16 إخوانيا وألتراز في الدفاع الجوي. توقيع عقد العاصمة الجديدة قبل سبتمبر وبدء التنفيذ في نوفمبر، والحكومة تمتلك 20% من أسهم الشركة المنفذة. ومن عناوين صحيفة الشروق: بدء تنفيذ أولى اتفاقيات المؤتمر الاقتصادي في العين السخنة، السيسي يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا النمو الاقتصادي ومكافحة الإرهاب، القضاء الإداري واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية تبدأ من الصفر، تحديث قاعدة البيانات ورد المبالغ المالية وأوراق التقديم إلى المرشحين. مصادر تؤكد اللجنة تعد تعديلات على القوانين الثلاثة بناء على طلب وزير العدالة الانتقالية. ماذا بعد النجاح الكبير لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي؟ ماذا نفعل؟ سؤال طرحته معظم مقالات صحف اليوم، ومنها عمود الكاتب محمد بركات بصحيفة الأخبار. أكد فيه أن التحرك بكل قوة للبناء على ما تحقق من نجاح هو الإجابة الوحيدة على هذا السؤال. يقول الكاتب: في الحقيقة ليس أمامنا سوى هذا الطريق نسير فيه وننطلق عليه بأقصى سرعة ممكنة بتخذي جميع الإجراءات الواجبة لوضع ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر موضع التنفيذ على أرض الواقع. علينا أن ندرك أننا لا نملك أي خيار آخر على الإطلاق، وعلينا أن نعي جيدا أننا لا نملك رفاهية التلكؤ. لابد أن نؤمن أن العمل والإنتاج هما الطريق الصحيح للخروج بمصر مما هي فيه الآن، ولابد أن نضع نصب أعيننا أن مصر تنمو وتتقدم بجهود أبنائها وسواعد مواطنيها. حلم العاصمة الجديدة ألقى الضوء عليه الكاتب حلمي نمنم بصحيفة المصر اليوم، وأكد أن القاهرة بوضعها الحالي تنوه بدورها، وها نحن ننتقل بجدية إلى بناء عاصمة إدارية تمتص زحام واختناق القاهرة. يقول الكاتب: نحتاج أن تكون العاصمة الجديدة عاصمة ومدينة متكاملة، لا مجرد فندق فخم ملحق بالقاهرة على غرار ما حدث لبعض المدن الجديدة. لا نريدها ضاحية للقاهرة تزيدها ترهلا وتضخما. لابد أن يجرى نقاش موسع لا يقوم فقط بين مهندسي التخطيط العمراني، بل يشارك فيه المتخصصون في جغرافيا المدن والجغرافيا السياسية لتحديد دور العاصمة الجديدة وعلاقتها بالقديمة. في عديد من دول العالم هناك عاصمة سياسية وأخرى مالية، فما نقوم به ليس بدعا بل تأخر طويلا، والقاهرة تنوء بحلمها وأثقالها. مستمرون في مطالعتنا للصحافة وننتقل إلى الصحف العربية، والبداية بمنشطات صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. لأول مرة العرب القوة الثالثة في الكنيست الإسرائيلي، أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة يقول إن قائمته ستؤثر على القرار السياسي في إسرائيل من خلال وجودها القوي في الكنيست. مساء الرياض، والحوثيون يرسلون وفدا عسكريا إلى إيران. من جانبها كتبت صحيفة القدس العربي: حماس عقب انتخابات الكنيست لا فرق بين أحزاب إسرائيل، فهي متفقة على إنكار حقوق الفلسطينيين، والفلسطينيون يتعهدون بتكثيف حملتهم الدبلوماسية بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية. النظام السوري يضرب مناطق مدنية بالغازات السامة مجددا، والائتلاف يدعو مجلس الأمن للتحقيق، ومئة مصاب ومقتل عائلة بأكملها. نقرأ كذلك منشطات صحيفة الحياة اللندنية: واشنطن: الأسد لن يكون جزءا من الحل. بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، مسؤول أمريكي رفيع المستوى يؤكد لصحيفة الحياة أن إدارة أوباما لا تنسق من قريب أو بعيد مع نظام الأسد، وأنه لا تغيير في الموقف الأمريكي. تونس تفكك خلايا تجند شبانا للقتال في ليبيا. الداخلية التونسية تعلن أن من بين المعتقلين طلابا ضبطت في حوزته مبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية. إلى صحيفة القبس الكويتية ونطالع منها: الأمم المتحدة لا تقدم في محادثات عقد هدنة في مدينة حلب، وأمريكا تفقد الاتصال مع طائرة بدون طيار فوق سوريا. لبنان: الحوار بين المستقبل وحزب الله لن يتهاوى. الحوار بين الجانبين هو القشة الوحيدة التي تتمسك بها الجمهورية اللبنانية طلاطمة.
نتائج الانتخابات الإسرائيلية كانت محور افتتاحية صحيفة الخليج الإماراتية التي أكدت أن هذه الانتخابات ليست فارقة بالنسبة للقضية الفلسطينية، وأن على الفلسطينيين أنفسهم أن يكونوا القوة الفاعلة والمؤثرة لتحريك قضيتهم. تقول الصحيفة: الآن وقد جرت الانتخابات الإسرائيلية التي ينتظر أكثر من طرف إقليمي ودولي نتائجها كي يبني مواقفه على أساسها، فإن الطرف الفلسطيني وحده عليه ألا ينتظر شيئا منها، لأن الأحزاب اليهودية المتنافسة مختلفة على قضايا داخلية اقتصادية واجتماعية ومتفقة على شيء واحد، ألا وهو موقفها من القضية الفلسطينية، والذي لا يختلف كثيرا عن موقف نتنياهو وحزبه. الكل لا يريد دولة فلسطينية، الكل يرفض التنازل عن القدس وعودة اللاجئين، ويبقى على السلطة الفلسطينية أن تقول ماذا تريد. محطتنا هذه المرة الصحافة العالمية وعناوين صحيفة جيروسلم بوست الإسرائيلية. في البداية كتبت تقول: نتنياهو يعلن فوزه في سباق الكنيست، وهيرتسوغ يقول احتفال الليكود سابق لأوانه. في خطاب النصر نتنياهو يقول إنه سيسعى لتشكيل حكومة قوية ومستقرة تواجه التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. الإسرائيلية يبدو أن نتنياهو سيظل شوكة في ظهر أوباما. وتحت عنوان الحياة في ظل داعش، انفردت صحيفة اندبندنت البريطانية بتقرير ميداني من مدينة هيت العراقية، وكتبت: منذ استيلاء داعش على المدينة الزراعية ومظاهر الحياة الطبيعية ازدادت صعوبة، فلا عمل ولا رواتب. عناصر التنظيم تدس أنوفها في تفاصيل الحياة اليومية وإلغاء تدريس المواد العلمية والفنون والشعر والموسيقى. داعش في هيت يروج لأجندته الثقافية والدينية، ولا يزال ينعم بمصادر تمويل قوية ويسعى لتجنيد شباب العراق في صفوفه. من الصحف الألمانية نتابع من دي فيلت: مخاوف أممية وروسية من ظهور داعش في أفغانستان بعد تواتر معلومات لدى الأمم المتحدة بأن عناصر التنظيم الإرهابي وطأت أقدامها الأراضي الأفغانية. تصريحات كيري حول الأسد سواء كانت بالخطأ أو تعبر عن اتجاه معاكس لسياسة الإدارة الأمريكية إلا أنها جاءت صادمة لحلفاء الولايات المتحدة. وأغلو تعقيبا على كيري التفاوض مع الأسد كمصافحة هتلر. ننتقل إلى صحيفة ليبراسيون الفرنسية ونقرأ منها: في مواجهة بوتين، مصداقية ميركل وأولاند أصبحت على المحك. مجمع كايسونغ الصناعي في كوريا الشمالية يعيد التوتر إلى شبه الجزيرة الكورية. قرار أحادي من بيونغ يانغ بزيادة الحد الأدنى لعمالها الكوريين الجنوبيين بالمجمع بنسبة 5%، وسؤول تطلب التشاور لما يمثله القرار من ضغط على شركائها. عودة الانتخابات الإسرائيلية والتي كانت بالتأكيد القاسم المشترك في مقالات الرأي بالصحف العالمية، كذلك نيويورك تايمز الأمريكية، ورصد لنتائج هذه الانتخابات تحت عنوان جروح عميقة وأسئلة عالقة عقب السباق المرير بإسرائيل. نتنياهو يعود إلى السلطة مجددا، ولكن هذه المرة هناك سحابة تحوم حول عودته، لا سيما أنه يواجه حملة انتقادات أثارت الكثير من التساؤلات حول قدرته في معالجة الجروح الداخلية في إسرائيل أو تحسين مكانتها في المجتمع الدولي. فقبل انطلاق الانتخابات بساعة قليلة صرح نتنياهو أنه لن يكون هناك وجود لدولة فلسطينية تحت سمعه وبصره. هذه التصريحات أثارت موجة من الغضب وصل مداها إلى عواصم أوروبا وواشنطن، ورغم ذلك يرى المراقبون أن نتنياهو شخص برغماتي قد يبدل مواقفه عندما يصل إلى الحكم. والآن إلى هذا الفاصل من الرسوم الكاريكاتيرية الأبرز في صحافتنا اليوم. ختام الجولة، شكرا لكم وإلى اللقاء.